مرة احضره بصراحة مهرجان جميل جدا، وانا مش قادرة يعني اعبر، مش قادرة اعبر عن، انا سعيدة جدا. مبسوطة عشان هتشوفي جدا. اللي مبسوطة عشان شوفي نجوم كبار كده، نجوم كبار زي مدحت صالح ونادية مصطفى، افتقدناهم بقالنا كتير يعني، بقالنا كتير ما شفناهاش، فانا فرحانة جدا يعني مش مصدقة وكده. هتحضري كل الفعاليات؟ ان شاء الله بأمر الله كلها ان شاء الله. طيب يلا، اسمك ايه؟ انا اسمي نعمة. اول مرة تيجي المهرجان؟ انا اول مرة اجي، وبصراحة مبسوطة جدا جدا جدا، وكفاية اني اشوف الفنانين كبار جدا. هتحضري كل الفعاليات؟ طبعا. طبعا. ايه اكتر حاجة عجبكي في المهرجان؟ اني بشوف الفنانين الكبار قوي، وان الناس كلها مبسوطة وسعيدة، كفاية اني مبسوطة وفرحانة وبشوفهم قدامي، وبشكر وزارة الثقافة ووزارة الآثارات والسياحة. شكرا. وبشكر السيسي جدا 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 على أحلى حفلات بيعملها لنا. يلا قولي بقى، هتتفرجي على مين النجوم اللي هتتفرجي عليها؟ مدحت صالح، وهاني شاكر، وهشام عباس، ونوال الزغبي. كويس. اول مره تيجي المهرجان؟ لا، بقالي 22 سنه هو بطلع ايام ماما وبابا، كنت لسه في اللفه معاهم. طيب، وانتوا داخلين كده كان في مشكله في الدخول والحاجات دي؟ لا نظام في النظام بالنسبه للمهرجان. والله الجو حلو قوي قوي، واهم حاجه فيه ان في تنشيط للسياحه. انا حاسه الناس كلها فرحانه، وربنا ان شاء الله يمشيها على خير. هتحضري حفلات مين؟ ان شاء الله عمرو دياب ومدحت صالح. هتحضري حفلات مين؟ مدحت صالح. وانت داخله ومعايا ناس، عايزين ياسين التهامي. طيب، انت شايفه المهرجان يعني، شايفين كل الامور يعني، تقولي ايه للمهرجان وفي دورته الـ30 بالنجاح؟ والله جميل جدا، وانا بشكر كل القائمين عليه، من وزاره الثقافه لوزاره السياحه والاثار، لكل المشتركين واللي بيغطوا المهرجان الجميل دول. شكرا. مهرجان دي ثالث سنه اجي فيها المهرجان، وبصراحه هو ما شاء الله بيطوروا كل شويه. النهارده الافتتاح كان تحفه، والعرض بتاع الافتتاح كان جميل جدا، وبعدين بصراحه التنظيم كل سنه بيكون احسن من الاول يعني. النهارده في تنظيم حلو جدا، بعدين زي ما انت شايفه مفيش لا مشاكل ولا اي حاجه، والناس وبعدين كمان المره دي مختارين الناس الفنانين يعني اللي بتغني رائع يعني. شكرا. فاشكرهم لنا. شكرا. انت جايب بنتك بقى وبتصوره، وهتحضر كل الفعاليات؟ انا اول مره اجي السنه دي يعني. بس ما شاء الله يعني التنظيم كويس، والتذكره بسيطه 20 جنيه مش حاجه، بس ما شاء الله يعني الحفله كويسه وجميله ما شاء الله. انت شايف ان ده نوع من العداله الثقافيه، زي ما في تذاكر غاليه ان يعني مطلوب ده اكيد طبعا. والتنظيم كمان، انا وانا جاي من بره، اتوبيسات بتدخلنا لحد جوه، مش اللي احنا بنتمشى، اتوبيسات مكيفه، الدنيا التنظيم ده ما شاء الله حاجه كويسه. طيب. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. جميل جدا. هتحضري الحفلات اللي هتحضري كلها ان شاء الله؟ تسمعي افلام مهرجانات؟ افلام سوري، اغاني مهرجانات؟ لا، ما بحبهاش بصراحه. يعني انت جاي هنا عشان علي الحجار، هاني شاكر، مدحت صالح. يعني انت شايفه ان الفنانين دول بداله بيأثروا في الجمهور، بدالنا احنا شايفين؟ طبعا. بتحب تسمعي ايه هاني شاكر؟ هاني شاكر نسيانك صعب اكيد. طيب، حاجات كتيره قوي، بس دي اكتر اغنيه بحبها. ان شاء الله نتفرج على علي الحجار وهاني شاكر ومدحت صالح، كل الناس العظيمه دي. حنان الماضي. مين بقى تاني؟ دينا الوزيدي. كويس. انا بحبها قوي. لكن انتوا شايفين ان المهرجان شايفينه ازاي يعني في الدوره الـ30؟ يعني هل بيشبع رغباتكم الفنيه؟ انا عاجبني جدا النظام. والتذكره معقوله جدا. سعر التذكره حلو قوي. كل سنه متاح لكل الفئات يعني، اي حد يقدر ان هو يحضر المهرجان، لان التذكره رمزيه جدا وحاجه لطيفه، وتنظيم جيد ومحترم، وفنانين عظماء يعني. فرصه ان انتوا تشوفوهم طبعا. طبعا. ايوه طبعا، ودي حاجه لطيفه جدا بتقدمها دار الاوبرا، فحاجه عظيمه جدا ومشرفه. لا، ثالث مره. انت من سكان القلعه؟ ساكنه فين؟ في سيد عيشان. طيب تمام. جايبه بقى اولادك معاكي، والاسره شايفه الاسره كلها جايه؟ ايوه يعني كلنا. احساسك ايه بالمهرجان؟ لا، احنا بننبسط جدا وبنحب نيجي كل سنه، والاطفال بيحبوا يجوا جدا، وعارفين كل المغنيين. ايه الحفلات اللي هتحضريها؟ هنفضل النهارده هشام عباس، بنحبه جدا والاطفال بيحبوه قوي. وان شاء الله ممكن نيجي برده بتاعت محمد محسن، حلو قوي، وعمر خيرت اكيد يعني. ان شاء الله. طب الولاد يعملوا لي حاجه؟ هتحضروا الحفله؟ هتحضري الحفلة؟ بتحب الموسيقى والغنى؟ بتغني ايه؟ حنا وفا. بتغني ايه؟
هنوسع وسع. وسع احمد سعد. هتغني وسع 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 احمد سعد. طيب وانت هتغني ايه؟ اغني وردك وسع. وسع ايه ده جميل قوي. بيحبوها. طب وانت هتغني ايه؟ انا مش هغني ايه. وانت بتحب الاغاني؟ بتحب الاغاني؟ ايه اللي بتحبي منه؟ بتحب هاني شاكر؟ بتحب هشام عباس؟ هتشوف اقول هشوف هشام عباس وحضرتك باباهم. اهلا. طب قول لنا بقى يعني جايب الاسره وهتتفرج على النهارده على مهرجان القلع والفنانين، احساسك ايه بالحاله اللي معموله الدوله عاملاها؟ احنا اساسا من اهل السيده عائشه واهل الخليفه. اهلا وسهلا. فطبعا احنا كل سنه لازم نيجي نحضر المهرجان ولازم نيجي طبعا خلاص بقت عاجه ولازم نيجي على طول. تحضر الحفلات كلها بقى؟ طبعا يعني هي خلاص بقى يعني معظم الوقت بنيجي. شايف حضرتك ان ده نوع من العداله الثقافيه او الفنيه ان نجوم كبار يجوا باسعار صغيره؟ يعني شايفها ازاي؟ في توازن يعني؟ لا تواضع حلو. تواضع حلو للمستوى للمستوى الضعيف والناس اللي يعني مستوى ضعيف واللي معاش ماديه. ايه النجوم اللي حابب تشوفهم السنه الجايه؟ يعني السنه دي فيها مدحت صالح وكده. محمد منير بعشق محمد منير. يعني الناس دي حمائي محمد محي. ان شاء الله الدوره الجايه يبقى فيه ترتيبات باذن الله.